لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا بهدي القرآن ونور مجالسنا بنور محمد صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا ربي إنك جعلت الصلاة على النبي من القربات، نتقرب إليك يا ربي بكل صلاة صليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية الكمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، النور المتصم والمجد المفخم والقدر المعظم والسيف القاطع لكل مخصم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها باب الشر والتعسير، وتكون لنا بها إن شاء الله وليا ونصيرا. لقد جرت العادة في هذا المقام، مقام أهل الله الذي كان يحج إليه من قبائل شتى ومدائن شتى أفواج من الفقراء من أجل ذكر الله تبارك وتعالى، جرت العادة أن نذكر تراجم سيد الحاج محمد الهبلي. ولكن اليوم سوف نتطرق إلى قصيدة للولي الصالح سيدي بومدين المغيث، والتي يذكر فيها يعني ما كان عليه في حياته الروحانية والروحية واستدراجه من البداية إلى النهاية، ألا وهي القصيدة المشهورة عند جميع الطوائف: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء. يعني نحاولوا نشرحوها ونشوفوا النفسية نتاع هذا الولي، ما كان يعطي النفسية ديالو كي كانت الحال ديالو، يعني نشوفوا الشخصية تاع سيدي أبي مدين لما كان يعطي هذه القصيدة كيف كان الحال ديالو الباطني إن شاء الله. وكل هذه التراجم فهي منفعة لنا، لأن مؤخرا في ديك الصدقة الحمد لله فات بخير وعلى خير، فقراء اللي أعطيناهم الفرصة باش يعطيو الدروس فرحنا، فرحت أنا بعدا شخصيا أعوذ بالله قلت أنا فرحت. علاش؟ لأن جبرت بأن كاع داكشي اللي كان يتقال في المجالس إلا استوعبوه وعملوا به، وكل واحد ترجمه على حسب المفهوم ديالو. والحوار هذاك الحوار اللي كان يصرى ما بين الفقراء يعني كان حوار جاد، كان حوار قد أبلغ ذروة المعرفة، وهذا هو المراد. يعني الإنسان لما واحد المصو يبني ويشوف الحيط ديالو طلع مزيان يفرح به، كذلك واحد المربي إلا شاف الوليدات ديالو نجحوا وكانت عندهم واحد المعرفة وصلوا يفرح بديك التربية ديالو. وخاصة يا أحباب رسول الله، خاصة شوفوا وزارة التربية، يقول وزارة التربية والتعليم، ما دايرينش وزارة التعليم، التربية هي الأولى. إذا الأدب ما كانش عند الفقير، غادي نشوفوا في هذه القصيدة ونطرقوا للأدب والصحبة. إذا الفقير ما عندوش الأدب مع خياته، ما عندوش الأدب مع الشيخ، ما عندوش هذا الخطراف. واحد المخطوط ابن عربي يقول في على أن لحوم الأولياء مسمومة، قال أهل لا إله إلا الله ولو كان فاسقا، هذا صاحب لا إله إلا الله ولو كان فاسقا فلا يجب معاداته، ما خصكش تعادي، ولا يجب التعرض له وخاصة في ذكر الله. قال فمن سبه أو تعرض له أو شتمه ولو بباطن قلبه، يدخل في نطاق الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي: من عادى لولي أذنته بالحرب. يدخل في هذا النطاق. إذن التربية. ويقول العارف ولد الله يا أحباب رسول الله، يقول لك عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وعند ذكر مواجيدهم وأقوالهم فهي جند من جنود القلب. قال كان أحد العارفين بالله كان يتحدث مع تلميذه في بعض شرح الآيات القرآنية وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له غلق الباب، قال لك وبقى يعطيه القصص نتاع الأولياء والصالحين. قال لك ووقع في نفسي ما وقع، وقع في الخاطر ديالي الشيء اللي وقع، على أساس هذا كيفاش هذا يترك الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات وكذا وكذا، يولي للحجار، هكا قال في نفسه. قال فنظر إلي شيخي نظرة زجر،
قال له انظر فيه واحد النظرات على الزجر. قال له الله تبارك وتعالى قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني هذا الأنباء تاع الرسل راني نقصهم عليك يا محمد باش نثبتوا القلب ديالك. يعني شاف بأنه إلا ما عطاش هذوك القصص غادي القلب ديالو ما يثبتش وغادي ما يستوعبش حتى الآية والحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خصو يمتن ويكون عنده واحد المعرفة تامة يوصل إلى ذروة المعرفة والمحبة. ديروا معاه الحيطة زي السلام عليكم. إذن يقول العارف بالله سيدي أبي مدين ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء. نقف في هذا البيت. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء. إذا نذكر هنا الصحبة إذا نقول قال العارف بالله ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء. أنا أذكر الصحبة وتقول الفقراء وتقول السلاطين والسادة والأمراء. إذا الصحبة ما معنى الصحبة في اللغة؟ اون تيومولوجي سي سا لا تيومولوجي تيومولوجي الصحبة. الصحبة نقول صاحب الشيخ أو صاحب الشخص أي رافقه ولزمه. هذا صاحبي يعني لازمني ورافقني لمدة من الزمن. والصاحب يكون على دين خليله يعني ما عم تكون على حاله تكون. وفي القرآن الكريم وردت هذه الكلمة نتاع الصحبة 97 مرة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز على اختلاف مشتقاتها. نذكر على سبيل المثال آية من هذه 97 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إذن هو الصاحب فإنه يعطي الأمان لصاحبه بعدم الحزن. إذن إذا كان حال الصاحب على حال ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأسرار والمعارف وكذا 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 هل صاحبه يحزن؟ حاشا لله، بل هو مشعال في طريقه يوريه ما في العلو وما في السفل، يعني يوريه يوريه الطريق. وهذا اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاحب على دين خليله. إن الله معنا، يعني ما تصاحب شخصان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هو سيدنا رسول الله مع سيدنا أبو بكر الصديق يشجعه يقول له ما تخافش ما تحزنش راه ربي معنا. يعني إذا كانوا هاد الناس مجتمعين على المحجة البيضاء ربي دائما تما. حتى في التجارة، شوف التجارة إلا اشتركوا جوج تاع الناس وكانوا على نية صدق الله تبارك وتعالى يقول أنا الشريك الثالث، ربي يدخل شريك ثالث ويزكي هذاك العمل. إلا وقع الغش بيناتهم الله تبارك وتعالى يخرج. شكون اللي يدخل؟ يدخل الشيطان أعوذ بالله ويفرق هذيك العشرة. وفي الاصطلاح الصوفي يعني في المعنى تاع الصاحب في الاصطلاح الصوفي يعني هو كل في صاحبه هو الملازمة والصفاء على ذكر الله. يعني هذه الصحبة عند الصوفية هي الملازمة، خصك تلازم يعني خصك تكون مع هذو أهل الله. ألزمي الباب، شوف سيدة أربعة ألزمي الباب إن عشقت الجمال وهجر إنه. هذه الملازمة هي المداومة على استمرارية في الاجتماع على ذكر الله. يعني ماشي داك الشيء يكون غير موسمي، يعني غير على داك اللي يحضر غير العراس، لا يحضر غير الصوادق، لا خصك تكون دائما. علاش الله تبارك وتعالى دارنا صلاة الجمعة جمعة الجمعة؟ علاش دارنا الصلوات الخمس؟ الصلوات الخمس من وقت إلى وقت إلى وقت إلى وقت، يعني باش الإنسان يبقى محفوظ ما بين الوقتين إذا قام بصلاة رفعت إلى الله تبارك وتعالى بمستلزماتها يعني المفروضة فيها والسنية وكذا وكذا إلى آخره.
فلهذا يا احباب رسول الله هذا المواطن تاع الرحمه، هذا وحده من المواطن تاع الرحمه، هذا الموضع اللي احنا فيه فهو موطن من مواطن الرحمه. لا تحدثوا عن البقعه، ولو ان هذه البقعه تشهد لمن كان عليها من سلف الصالح، هذه البقعه راه دائما قيامه تشهد الله تبارك وتعالى. ما بكت عليهم ارض ولا سماء، هذه راه تبكي على دوك الناس اللي فاتوا هنا، هذو اللي شيدوا هاد الحيوط وداروا هادو وكانوا يذكروا الله وكانوا هنا ملازمين على الاسم الاعظم وخلاوا الاثر ديالهم هنا. هذه تشهد لهم، ولكن اتحدث على هذه البقعه وعلى ما يقع على هذه البقعه من اذكار. يعني الانسان يخلي وليداته ويخلي ويجي يزرد وحده، هذه بعدا من الفوائد نتاع البدن، ثم يجي يغنم ويذكر الله تبارك وتعالى. فهذه بقع من بقاع الرحمة التي ينال منها الإنسان يا أحباب رسول الله الرحمة الدائمة الاستمرارية في الرحمة إذا استمر على هذه المجالس. يعني واحد الإنسان يكون يجتمع مع الفقراء وينقطع، يعني كان عنده نذر، هذاك النذر راه داره، لأن لما يصافح الشيخ راه دار واحد النذر على أنه غادي يكون مع خياته الفقراء، يسمع معهم على ذكر الله ويسفل نفس ديالهم الأقدار والإغيار باش يوقع له التخلي والتحلي والتجلي. ثم خطرة واحدة يقطع، علاش؟ لأن لربما واحد الفقير طيرها له، علاش ذاك الفقير هو سيدي ربي ولا؟ حاشا ولله، فقير راه فقير، هذا عبد يخطأ ويصيب، هذا عبد راه غلط معاك، ولكن غلط معاك أنت، ما أنت راك ماشي مربوط معاه بأنه على حساب شغل ولا، ولكن مربوط معاه بالعهد نتاع الله تبارك وتعالى. إذن خص هذيك الاستمرارية تبقى ما دام ملك الله قائم، والله حي لا يموت. أنت تنداثر ولكن الله حي لا يموت. إذن ربط حبلك بحبل من يذكر الله، وهذا ربط حبله بحبل شيخ، يعني ملزوم له بالاستمرارية، لأن عنده الإذن مستمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقال من ربط حبله بحبل شيخ مأذون كأنما ربط حبله بحبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من رسول الله ملتمس. إذن لا تمشي تقطع ديك الصيلة، تقطع ذاك الحبل اللي ربطته معه الله وتقطع وتمشي للسوق. ولا يأكل الذئب من القطع إلا زيد سيدي إلا نعم الشاة القاسية الشاذة الشاذة التي خرجت على القطع. الذئب ما يأكل غير ديك النعجة اللي تخرج منها، يخرج من 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 الصعوفه تاع الغلب، هذيك هي اللي يجبر عليها الغلب ويدور بها يدور بها حتى يكرفها وياكلها. وكذلك يا احباب رسول الله الذئب ديالنا هو الشيطان، ان الشيطان راك معلوم اتخذوه عدوا، يوريك ويقول لك لا وانت راك على ضلال وراك كذا وراك كذا وراك كذا وراك يا ودي. هاد المواطن في هذا الوقت ولات قليله، وقليل الماء ولات قليله، انسان يغتنم هذا المواطن. إذن هذا العارف بالله يا أحباب رسول الله يقول هذا ابن العلاء يقول ما لذات عيش السالك، ما لذاته يعني الشيء اللي سلده هذا السالك في طريق مولاه إلا صحبة الفقراء. قال الفقير هي جمع فقير، والفقير هو المتجرد، يعني هذا الجرد من الحول والقوة دياله، هذا ما يقولش عندي ومعي ويدعى للناس شيخ سيد الحاج محمد الهبري او سيدي محمد الهبري او سيدي احمد الهبري او سيدي علي الهبري. او كان الفقير لما يجي يدخل الخلوه يقول له تجرد، ما تقول لي لا شريف ولا عالم ولا عارف ولا ادخل على ربي عريان يكسيك، ويرسم له الحروف ويدخل الخلوه ويذكر الله بالاسم الاعظم وربي يفتح عليه. اذن هذا المتجرد عن العلائق المغلظ على العوائق لم يبقى له في قلبه ولا مقصده إلا الله لا غير يا أحباب رسول الله، وقد أعرض عن كل شيء سواه، يعني كل حاجة جاته من حوائج تاع الدنيا إلا رماها مور ظهره وقبلته غير وجه الله تبارك وتعالى باش يربح. وتحقق بحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خير ما قلتها أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله يا أحباب رسول الله. فمثل هؤلاء الناس، هادو اللي تجرد من الاوصاف ديالو، تجرد من كذا تجرد من كذا، اوصاف هاد الناس مصاحبتهم ترياق مجرب، مصاحبتهم ترياق مجرب، يعني بحال واحد العسل من تشرب ترياق، يعني يشفي لك الغرير ويعمر لك القلب ديالك ترياق مجرب. وهذا العارف يعرفك بالطريقة ويقطع لك العقاب
ويزيل عن قلبك التعويق وينهضك بهمته ويرفعك إلى الدرجات، لأنه ما يمكنش يسمح فيك راه غادي. ومن كان كذلك فهو السلطان على الحقيقة، يعني هذا اللي كان في هذا الوصف هو السلطان، هم السلاطين والسادة والأمراء، والسيد على أهل الطريقة، والأمير على أهل البصيرة. كل هذه الأوصاف تخص هؤلاء الذين يكونون على هذا الحال. فلا تخالف أيها السالك طريقتهم، واجتهد أيها السالك المجد في تحصيل هذا الرحيق وهذا الرفيق وهذا المؤنس الذي يوصلك إلى الدرجة العليا، إلى أن تصل إلى الولاية الكبرى. أكشوف هذا الناس اللي يذكروا الله تبارك وتعالى، ولا التلاميذ اللي يقرأوا، التلاميذ اللي يقرأوا التلاميذ اللي يقرأوا يديروا واحد الجماعة، خمسة ولا ستة تاع التلاميذ ولا سبعة، يجيبوا معاهم واحد اللي يقرأ مليح يوريهم. Parce qu'on prépare un examen, il faut trouver un élève qui soit sérieux, qui soit capable de résoudre pas mal de problèmes. On le met avec nous pour qu'il puisse guider le groupe. Ndirou fi jemaa bach houay imchina. Ou la zid l'bkay, mchi chouf wahed l'masoul li maher. Ndirou fi wahed l'équipe bach houay zid l'guddam. Akchou bkri fi l'hsad. Ndirou fi l'ras nta chouwal, wach yidirou. Ndirou wahed l'hsad li koun bach yijar l'qafila. Ila ndirou wahed miyit, kulchi yimout. وكذلك كذلك إذن خصنا علاش راحنا نديرو المقدم، نديرو واحد المقدم اللي يكون على دراعو، يتخش فيه في الفرائض يعرف، تخش فيه في السنن يعرف، تخش فيه في المحبة يعرف، وخاصة مؤدب، لأن هذاك الأداب فهو الترياق الخالص الذي يروى به جميع الفقراء يا أحباب رسول الله. وهذا فإن للصحبة أثر عميق، يعني واحد الانسان الى صاحب واحد الناس ياثروا فيه اثر عميق. ما تقوليش يعني تمشى معاه ولاد الحرام وما يسيرلكش في العقل ديالك بالكلام ديالهم، لا بد يدخل لك شي حاجه، لا بد. حتى قالوا السادات العارفين بالله ان كنت في جماعه من المنكرين، يعني ينكروا من اجل التنكير ماشي باش يعرف، كاين اللي يبغي يسقسي، كاين اللي يبغي يعرف هذاك معليش، ولكن كاين اللي يبغي غير يحصل ولا ينكر ولا يخسر، يعني يجي الماعون فيه الماكلة ويدفل فيه، يعني ما ياكل هو ما ياكلوا الناس، هذا هو المنكرين، هذا هو. فالإنسان هذا الإنسان فهو اجتماعي بطبعه، اجتماعي بطبعه، ما يمكنش واحد الإنسان يطلع الراس الجبل ويعيش بوحده، ما يمكنش على الإطلاق، على الإطلاق. رسول الله كان يخلو بغار حراء ولكن يولي، كان الأيام المعدودة يقعد بغار حراء حتى فجأه الوحي. حتى احنا نخلو بأنفسنا من أجل ذكر الله تبارك وتعالى إلى أن يفاجئنا وحي الإلهام وليس وحي الأحكام. وحي الأحكام فهو للأنبياء والرسل، ولكن وحي الإلهام هو لنا احنا الضعفاء، ويعطينا الله تبارك وتعالى وينور البصيرة ديالنا ونبقاو نشوفوا بعين القلب يا أحباب رسول الله. فالإنسان فالصاحب كما قلنا يكتسب صفات صاحبه بالتأثير الروحي والاقتداء العملي. ما معنى بالتأثير الروحي؟ واحد الإنسان اللي تكون النورانية ديالو منورة، يذكر الله أنا الليل وأطراف النهار، يكون عنده واحد الشعاع يأثر في هذاك الإنسان اللي يكون صاحب ديالو بذاك النور ديالو يقتدي به. وإلا التأثير العقائدي، يعني عنده واحد العقيدة وعنده واحد المحبة، دائما يهضر له على العقيده ديالو، على المحبه ديالو، على السير ديالو، على كذا على كذا، حتى ياثر فيه، حتى يجره. والا يكون عنده الاقتداء العمل، يشوفوا ينوض يصلي، يشوفوا ينوض يتوضا في الوقت، يشوفوا ينوض يصلي في الوقت، يشوفوا من يجي الاولاد يجبد التسبيح ديالو ويخرج الاولاد، يشوف هو قاعد قدامه كاين الحجره، لا بد واحد الوقت تاكلوا نفسه يقول له ودي انا كيفاش. هذا هو الاقتداء العملي، يعني الا ما كانش مع هاد الناس على هاد الصفه كي غادي يكون الحال ديالو، غادي يبقى على عياذ بالله في ذاك لاميلاس، يبقى في الحضيض، يقولوا الحضيض هو اسفل الجبل، الناس راه طالعه غادي تدرك راس الجبل وهو راه عاد في الحضيض، عاد تحت. وصحب من حق فيهم قوله صلى الله عليه وعلى اله: ولا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك.
كان واحد الطائفة من الأمة تاع سيدنا محمد وشهد لها سيدنا محمد غادي يبقاو على ذاك العهد اللي كانوا عليه الصحابة الأجلة، وخا يخالفوهم الناس ولا يضرهم من خالفهم، يخالفوهم الناس وما غاديين في ديك المحبة. وفي واحد الحديث اخر قال هل أدلكم على ولاة الأمر، واش نوريكم الناس اللي في ديهم الشغل الذين تصيبنا بهم خير الدنيا والآخرة، واش ندلكم؟ سيدنا رسول الله كان لا يتقى الهوى، سيدنا رسول الله ما يكذبش، سيدنا رسول الله قال محمد صلى الله عليه وسلم يا العاشقين في النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد، قال هل أدلكم واش نوريكم واش نعرفكم واش ندلكم، الدليل هو الذي يدل على الطريق، الدليل هو الذي يأخذ بيد الكفيف، الدليل حاجة دي عبكاشة يجيب معه الولد ديالو يوصلوا المجامع يوصلوا القرآن يوصلوا، هذا دليل. وهذا الدليل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الاقتداء العملي الروحي باش تقتدي به وتكون على الصفة ديالو. رسول الله يقول لك واش نوريك هاد الناس اللي تربح منهم في الدنيا وفي الآخرة، قال عليكم بمجالس الذكر، يعني إذا قال مجالس الذكر واش هي مجالس الذكر؟ هي الذاكرين. وإذا خلوت وإذا كنت بوحدك فحرك لسانك بذكر الله، خلي لسان ديالك يتحرك الله 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 الله، فذاكر الله في السوق له من كل إشعارة حسنة. انت راك في السوق الناس راه تبيع وتشري وتكذب على السلعة ديالها وتنافق، وانت راك لسانك رطبول من ذكر الله، tu es dans un souk et tu invoques le nom suprême de Allah. Les gens là ils sont en train de vendre et toi tu invoques le nom suprême de Allah. La bénédiction que tu as, elle est égale aux cheveux des têtes de tous, tous les gens qui sont dans le souk. C'est grandiose, c'est beaucoup. وله من كل شعرة حسنة. ذاكر الله في السوق كشجرة خضراء في وسط الهشيم. Celui qui prie Dieu dans un marché où tous les gens ne font que vendre et acheter, il est considéré comme un arbre fruitier dans un champ où tous les arbres sont morts. C'est pour vous faire rapprocher le contexte de la bénédiction que puisse avoir celui qui invoque les noms suprêmes d'Allah. ذاكر الله في السوق كالمجاهد خلف الفارين، يعني هذا راهم في الجهاد، الناس هربت خوفا من الموت، وهذاك باقي جهاد في سبيل الله حتى لقى الله تبارك وتعالى تخطم سيفه في كذا وكذا واخذ مما اخذه السلف الصالح في المجاهده والمكابده. يا احباب رسول الله صدق رسول الله، هؤلاء الوارثون المرشدون صحبتهم ترياق المجرم، والبعد عنهم سم قاتل. هذا اللي بعده الله وبعد الذاكرين راه ينسم بشويه بشويه حتى ذاك السم يغلب عليه ويموت، يهود له الكبده ويهود له القلب ويهود له العقل ويموت، يبقى لا يسمع ولا يرى. علاش؟ لان غلب عليه السم نتاع المنكرين والسم نتاع الناس اللي يجروا الى الهويه، وما بقاش عنده واحد الرصيد معارفي نتاع هاد الناس اللي بصروه. علاش؟ لانه انقطع على جمع اهل الله. يا احباب الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفي بهذا القدر، قصيده طويله، هذا غير واحد الشطر، ما لذة العيش الا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والامراء. اكتفي بهذا القدر. اللهم رب اجعلنا من الذاكرين، اللهم رب اجعلنا من الشاكرين، اللهم رب اجعلنا من الذين احسن حسنا وزياده، اللهم رب وفقنا للخير وعنا عليه، اللهم رب انصر على انفسنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك، اللهم يا رب نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، وفقنا لما تحب وترضاه، احق لا اله الا الله محمد رسول الله. كان دعاء تاع الصالحين قول يا ربي يا ربي انت ادرى بي وادرى بما في باطني، يا ربي وانت تعلم. إلى واحد النهار شت يا ربي بأن غادي نخرج على هذا الفصيلة نتاع هادوها الله قبل الروح ديالي، فإنها رحمة ترحموني بها، لأن المادة تاع العيش هي صحبة الفقراء. إلى جي واحد الوقت الإنسان يخرج عن القطع اللهم الموت ولا يتمرد في الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. كان واحد الأمر الملك ديالنا دعوا له الله ربي يشافيه ربي يعافيه ربي يطرح فيه البركه ربي يجيب له الاعانه لهاد الناس اللي راهم معاه يعاونوا في سبيل العالمين.
في اي وقع في ما تكون في السوق في عند الاولياء عند الصالحين الا ادعوا الله ادعوا الله البلاد ان شاء الله ان شاء الله.